نحن اليوم في شهر مارس 1997. لقد عدت كزائر لمحمية محازة الصيد الطبيعية، وأدهشني ثراء الغطاء النباتي، وسرني رؤية المها العربي والغزلان والنعام والحباري والعديد من السحاري والطيور والنسور، وأثلج صدري رؤية الحشائش النجيلية تطول صاعدة في كل الأودية. وسيبقى قلبي دوما متعلقا بمحازة الصيد. ولد هذا النسر عام 1995 في محمية محازة الصيد، وقبل تمكنه من الطيران تم تثبيت بطاقة هوية صفراء تدل على أنه من محازة الصيد، وقد عثر عليه على بعد 300 كيلو مترا جالسا في وسط الطريق عاجزا عن الطيران. تمت إعادته إلى المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف متأثرا بتسمم بالمبيدات الحشرية. تعافى بعد 20 يوما وأطلق داخل المحمية. اشترك جون فرانسوا أزمودي في تأسيس محمية محازة الصيد عام 1987، ثم عاد لزيارتها بعد انقطاع دام 6 سنوات. كانت زيارتي الأولى لموقع محمية محازة الصيد في فبراير عام 1987، حين أفادنا صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل بأن هذا المكان كان يضج بالغزلان وبالطيور الحباري. استغرق بناء السياج عاما ونصف وبلغ طوله 250 كيلومترا. يؤمن هذا السياج حماية ما يزيد على 220 كيلومتر مربع بما عليها من غطاء نباتي صحراوي ضد الرعي الجائر، وهذا جعل من محازة الصيد واحدة من أكبر المحميات الطبيعية المسيجة في العالم. أقول أنا الآن في المحتفر، وين المها اللي شفتوها اليوم؟ يقوم الدكتور محمد شبراق بمهام منسق المحمية ومسؤول عن مراقبة ما يؤديه الجوالون السعوديون. كم واحد منهم؟ كم واحد؟ انحسرت أعداد الظلفيات والغزلان السعودية بسبب الصيد المفرط وضياع موائلها الطبيعية، وبسبب الرعي الجائر بواسطة الماشية المحلية. إيه صحيح، شفتهم. شوف هناك على الجبل هناك. انقرض المها العربي في المملكة العربية السعودية في السبعينيات من القرن العشرين، وانطلق برنامج طموح يهدف لإعادة تأهيل هذا الظبي الأبيض الجميل، وذلك بإطلاق عدد من الرؤوس في محمية محازة الصيد تم جلبها من الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كانت طيور النعام تصول وتجول فوق السهول في المملكة العربية السعودية، ولكنها كانت هدفاً مغرياً للصيادين، فانقرضت بحلول عام 1960. لقد أمكن إعادة تأهيل جماعات من النعام عن طريق برنامج الإكثار تحت الأسر في رحاب المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، وتم نقل طيور النعام الصغيرة السن عن طريق البر إلى محمية محازة الصيد، حيث تم حفظها في مسيجات كبيرة للتأقلم قبل الإطلاق. تقلصت أعداد طيور الحباري بسبب الصيد، وفي محاولة لإعادة تأهيل العشائر المحلية لهذا الطائر فقد تم إكثارها تحت الأسر وإطلاقها وهي صغيرة في محمية محازة الصيد. الإكثار تحت الأسر أول المشاريع الرائدة التي أنجزها المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية، ونتج عن الإطلاقات العديدة منذ عام 1992 تأسيس عشيرة متوالدة جديدة لطائر الحباري. وفي عام 1995 تم توثيق أول سلوك تزاوجي ورصد أول أعشاش في البرية لهذه الطيور.
وفي العام ذاته زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل المحمية ليرى أول دفعة من بيض الحبار في قلب المملكة بعد غياب طال إلى 4 عقود. نتج عن عمليات الحضانة والفقس في محمية محازة الصيد ظهور أول فراخ في البرية لطيور الحبار. عندما زاد انتشار المها والغزلان في المحمية أصبح من الصعب متابعة حركة الأفراد منها. لقد أنتج التزاوج عدداً من الأجيال لمواليد خرجوا للحياة في البرية. يقوم العلماء والجوالون بمراقبة نمو هذه الجماعات شهرياً عبر مسوحات أرضية ومشاهدة قطعان المها والغزلان عبر قيادة السيارات فوق خطوط محددة تخترق كامل المحمية، مما يمهد المجال للتوصل إلى تقدير معقول لحجم هذه الجماعات. And what's the common behavior for all the groups? Running. It's running. لقد أمكن توثيق العديد من الأنواع النباتية منذ إنشاء هذه المحمية صيف عام 1989، وأذكر أن عددها آنذاك قد بلغ 50 نوعاً، واليوم وبعد عدة سنوات من الحماية فقد ارتفع عدد الأنواع النباتية إلى أكثر من 160 نوعاً. ولقد أدت هذه الوفرة النباتية وثراء التنوع الأحيائي إلى جذب العديد من أنواع الطيور، حيث تمكننا من تسجيل أكثر من 200 نوعاً في المنطقة. كما لاحظنا ارتفاعاً في أعداد الطيور المتكاثرة، منها طائر الدراج وهو من الطيور الزائرة الصيفية والتي تأتي للمحمية للتكاثر، كما ارتفع عدد الطيور المكاء المتكاثرة في المحمية، كما أن النسر الوردي يجد في هذه المنطقة الهادية موقعاً مفضلاً للتعشيش. تؤمن محمية محازة الصيد مجالاً واسعاً لتعشيش أكبر مجموعة متكاثرة من النسور الوردية في العالم، وسجلت بها حوالي 40 عشاً في عام 2005. طيور المكاء من الأنواع المقيمة وجعلت من المحازة موطناً لها، وهي من أكثر الطيور انتشاراً فوق السهول الحصوية داخل المحمية. يعلن ذكر المكاء موسم التزاوج بغنائه المتميز وباستعراضه الراقص، ويمكن رؤية ذلك داخل المحمية والاستماع إلى غناء الغزل. لقد اختار هذا الزائر الصيفي واسمه الدرج موقعاً هادئاً محمياً داخل المحازة لبناء عشه. وبرغم أن الدرج قادر على الطيران، إلا أنه يهوى الجري بين الجنبات الخفيضة. يقوم موظفو مركز البحوث بفرز فراخ الحبار بعد الفقس ب30 يوماً تقريباً، ويمكن في هذا العمر الإمساك بالفراخ بسهولة لقياس وزنها وحجمها. لقد تمكن كل من ريتشارد مالوني ونيكي ويلز من تثبيت أجهزة إرسال واستقبال على عينة مختارة من الفراخ الفاقسة في البرية بهدف مراقبة حركتها ورصد بقائها على قيد الحياة. قبل 16 عاماً مضت شيد سياج حول قطعة أرض صحراوية تحتوي على شجيرات طلح وشجيرات وحشائش قد تضررت من الرعي الجائر. غير أن إزالة ضغوط الرعي عن هذه القطعة الصحراوية أعاد لها صحتها وحيويتها الطبيعية، فازداد عدد النباتات كمية ونوعا، وتأمنت السلامة للأنواع المهددة من الحيوانات الفطرية المحلية مثل المها العربي وغزال الرمال وطائر النعام وطائر الحبار. واليوم تزخر هذه الأرض بأعداد ضخمة من الحشرات والزواحف والثدييات الصغيرة والطيور.
واختارت كائنات أخرى مهددة منها النسر الوردي فرص الحماية في محازة الصيد واتخذت من الموقع مأوى لها. ومع دورة الشمس عبر السماء يدور النسر الوردي فوق العش ليظلل صغاره بأجنحته الكبيرة. ومع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تتجاوز 45 درجة مئوية في الظل، يتغير نمط حركة الحيوانات وسلوكها في محمية محازة الصيد. تلجأ بعض هذه الحيوانات للراحة عند منتصف النهار، بينما يبحث المها العربي والغزلان عن الظل أسفل شجيرات الطلح الخفيضة، حيث تنال بعض الراحة وتطرد الحشرات عنها، وتنتظر برودة ما بعد الظهر لتواصل البحث عن الغذاء مرة أخرى. تقوم طيور النعام بالجري ركضاً بينما تعمد الزواحف إلى أخذ حمام شمسي. أما الطيور الصغيرة مثل القبرة المتوجة فإن نشاطها يقل مع ارتفاع درجة الحرارة ويصعب مشاهدتها خلال الفترات النهارية الساخنة. ويهوى البعض الآخر من أنماط الحياة الفطرية الأجواء الحارة ومنها الظب، حيث يعجبه الدفء وهو يتخلل جسمه ويدفعه لنشاط أكثر، فتراه يتغذى على الغطاء النباتي حتى أثناء أشد الأوقات حرارة. وتؤثر أشعة الشمس بالطبع على الأرض مما يولد تيارات حرارية تسمح لبعض الطيور مثل النسر الوردي أن يحلق في الفضاء لمساحات طويلة منزلقا فوق هذه التيارات الحرارية الهوائية فوق سماء المحمية. وليس هناك ما يحول دون حركة النسور فوق سماء المحمية في أي وقت شاءت. يحدث أحياناً أن يشح الماء خلال موسم الصيف وأن تجف مصادر المياه في المحمية إلا من بعض البرك خارج السياج. تقع إحدى هذه البرك إلى الشرق من المحمية، وهناك تتجمع أسراب النسور للشرب ولحياة اجتماعية وللتعبير عن السيادة بالدخول في مشاحنات واستعراضات. نرى الآن مجموعة كبيرة من النسور الوردية برؤوسها الصلعاء أو قليلة الريش تتسابق لموقع عند البركة الصغيرة المتقلصة. يلاحظ أن بين النسور المتجمعة عند البركة عدد يحمل بطاقات صفر وحمر وزرق على الأجنحة، مما يفيد بأن هذه الطيور المعلمة قد جاءت من محمية محازة الصيد.
قد يلتحق بهذه المجموعة من النسور أحياناً النسر الأسمر المتميز برأسه الرمادي والرخمة المصرية المتميزة بصغر حجمها. تتجمع خارج المحمية قطعان الماشية المحلية وأكثرها شيوعاً الماعز. لقد جردت قطعان الماعز والظأن الأرض من المستساغ من نباتاتها تاركة فقط الأنواع السامة. نلاحظ الآن قطيعاً خجولاً من الماعز أغراه منظر الماء في البركة يحاول الوصول إليها ليجد النسور تمنعه عنها. عندما تبلغ صغار النسر الوردي عمر الأربعة أشهر فإنها تكون على وشك مغادرة العش وتزداد حاجة الفراخ للغذاء مما يجعل الأبوين يقضيان معظم الوقت بعيداً عن العش بحثاً عن الصيد والجثث. وعندما يبلغ فرخ النسر الوردي هذا العمر وعندما يكون وحيداً في العش وغير قادر على الطيران فهذا هو أنسب الأوقات للإمساك به. تقاس أبعاد الفرخ ويسجل وزنه ويثبت عليه بطاقة ملونة يحملها بقية حياته تعرفه على أنه قد جاء من محازات الصيد. بعد أخذ هذه المقاييس يعاد الفرخ إلى العش ليواصل انتظار قدوم الأبوين محملان بالطعام. يحتاج علماء الأحياء أحياناً إلى متابعة دقيقة لحيوانات المحمية وللوصول إلى أفراد بعض الحيوانات عبر هذه المحمية الواسعة يتم تثبيت جهاز الراديو عليها. يقوم الراديو بإرسال إشارات يمكن التقاطها من الأرض والجو وقد ثبتت أجهزة الراديو على طيور الحباري قبل إطلاقها وبتتبع الإشارات الواردة أمكن معرفة مواقعها وتحركاتها. أشارت آخر الدراسات التي أجريت في 2005 أن أعداد طيور الحباري بلغت حوالي 200 طائر داخل المحمية ويسجل سنوياً بين 30 إلى 50 عشا. أما المسافات الطويلة التي تقطعها طيور الحباري فإنها تراجع وتوثق بواسطة الطائرات. كما تقوم أجهزة الأرصاد الآلية برصد وتسجيل تغيرات الطقس والمناخ. تثير حرارة الشمس الرياح صيفاً فتدفع بكميات كبيرة من الرمل إلى الجو. أدى الصيد الجائر باستخدام الأسلحة الآلية إلى انقراض المها العربي في البرية وقد قتل آخر أفراد هذا الحيوان الجميل رمياً بالرصاص في عام 1972 وحتى وقت قريب ظل النوع على قيد الحياة تحت الأسر. بدأت المملكة العربية السعودية بعد نجاح برنامج إعادة التوطين للمها في عمان برنامجاً مماثلاً لإعادة توطين هذا الحيوان وقد تم إطلاق 76 من أفراد المها العربي في محازة الصيد بين عامي 1990 و1993 ويبلغ عدد القطيع اليوم ما يزيد على 600 رأس.
قد تغري وفرة الحشائش النجيلية الطويلة الخضراء مجموعات كبيرة من المها العربي بالتجمع لترعى. يتميز المها البالغ عن الصغار بطول القرون، كما أننا نشاهد بعض الأفراد المعاد توطينها وهي لا تزال محتفظة ببطاقة التعريف معلقة على الأذان أو أجهزة الإرسال معلقة في الرقبة، ولا شيء يميز تلك الحيوانات التي شهدت ولادتها داخل المحمية. لصغار ذكور المها العربي قرون قصيرة ولم تصل بعد إلى المرحلة التي يتغير فيها لونها إلى الأبيض الأملس المميز للكبار، وكما في النسور للمها نظامها الاجتماعي الفريد. وتهب العاصفة. وينهمر المطر وينهار الهدوء وتتبلل الأرض والقطعان. عزيزتي شيلا، خلال زياراتك العديدة منذ إنشاء المحمية، ما التغيرات التي لاحظتها على الغطاء النباتي؟ بالتأكيد، لقد حدث تغير مدهش، خاصة الحشائش التي يتغذى عليها المها العربي وأشجار الطلح وعدد من الأنواع النباتية الأخرى. ولقد أمكن تسجيل 178 نوعاً نباتياً حتى اليوم، وكل عام نكتشف الجديد. اكتشفت هذا العام نوعا نباتيا لم أتوقع وجوده هنا، تمثله عينة وحيدة. هو هذا النبات الصغير الذي يأكله أهل البادية، ولكنني لم ألاحظ الجمال أو الماعز تقربه، وليس ببعيد أن يتغذى عليه المها العربي. ويسميه الأهالي بسباس، وهو لذيذ جدا. تواصل شيلا كولينيت دراسة نباتات المملكة العربية السعودية منذ فترة طويلة، وهي تتابع ما يحدث من تغيرات في محمية محازة الصيد. تهطل الأمطار عادة في الربيع وقليل منها في الخريف والشتاء، وتبدأ الحرارة في الارتفاع. تتميز الأمطار بأنها زخات صغيرة مكانا وزمانا وكمية، وقد تستقبل بعض المواقع ما يصل إلى 150 مليمترا في العام، بينما تظل مواقع أخرى جافة تماما. تهطل الأمطار داخل وخارج محمية محازة الصيد، غير أن السياج يمنع قطعان الماشية من الدخول إليها مما يحمي الغطاء النباتي. وبالداخل أمكن للأرض الحصبائية الجرداء أن تخضر خلال أقل من عام بعد إنشاء السياج. تقوم النباتات النجيلية بالإمساك بالتربة المنقولة بواسطة الهواء، وهذا بدوره يحفز انتشار أنواع نباتية أخرى. يرعى المها العربي والغزلان النباتات النجيلية والشجيرات الخفيضة، ويزداد وزنها وتتحسن صحتها. يظل بيض الحيوانات القشرية للمياه العذبة فوق الترب الجافة في حالة سكون بانتظار قدوم موسم الأمطار لتفقس. تتكون برك صغيرة موسمية عند هطول الأمطار، مما يحفز بيض القشريات على الفقس والدخول في مرحلة التكاثر خلال أيام. تجذب حركة الحياة في هذه البرك الموسمية أنماطاً مختلفة من الطيور تقوم بزيارتها للشرب والالتقاط الحيوانات اللافقارية التي تعيش في الطين. تختار العديد من الطيور المهاجرة هدوء وثراء محمية محازة الصيد كمحطة للاستراحة للتوالد أو للتعشيش.
ومن بين الطيور المهاجرة التي تزور محمية محازة الصيد نذكر الطيور الخواضة، ومنها الطيطوي والدريجة الصغيرة وأحياناً الخرشنات. تتغذى أنواع مهاجرة أخرى مثل أنواع من الذعرة على ما تحصل عليه من حواف البرك. تتسرب مياه الأمطار إلى أعماق التربة، فيحفز ذلك إنبات جراثيم الفطريات، وعند اكتمال نموها تدفع بالأجسام الثمرية فوق سطح التربة. يعلن هطول الأمطار حركة الحياة من نمو وتجديد، كما يعلن عن حلول أوقات طيبة وطقس لطيف وثراء في كل شيء وحركة في دورات الحياة واستمراريتها. سيقف هذا الطلى خلال ساعات على أطرافه، وسوف يتناول أولى وجباته من ثدي أمه. يستعيد جون فرانسوا أزمودي أيامه الأولى في المحمية والدور الهام الذي يقوم به الجوالون. يقوم الجوالون بتحديد مواقع الحيوانات، خاصة حينما تتفرق مجموعاتها، ويتم ذلك بحثاً عن آثارها وتحديد موقع كل فرد منها، ويطلق على كل مهات اسم خاص بها، منها جعدة وزين العابدين أو سلطان، كما أن للجوالين معرفة تامة بكل حيوان، وكلنا يعمل كفريق واحد في هذا النشاط اليومي ورصد موقع الحيوانات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله. كيف حالكم يا الربع؟ طيبين. الله يسلمك. كيف حالكم؟ طيبين. الحمد لله كل شيء. في أمطار جاد قريب هنا. في أمطار ورزال من كثير الحمد لله. الحمد لله. قبل أسبوعين جانا مطر تملت الأحجار منه وأخضرت الديرة. الحيوانات مبسوطة وتشرح وتمرح في جميع المحمية كلها خضراء ومصيفة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. هلا على ذكر الحيوانات، وين الأنثى 133 يا خيري؟ يا طويل العمر، أنثى رقم 133 قبل يومين سجلناها مع مجموعة كون من 15 رأس من شمال مسارة الحجاج من دون المربعنيات، واليوم لقيناها انضافت لمجموعة كبيرة عددها 41 رأس، فيها من الإناث 156 و154 و106. ستة معاها؟ نعم 106 معاها. والغزلان وإيش أخبارها يا أبو سعدون؟ الغزلان يشرك حالها، لقيت عددا كثير في شمال بوقان، أكبر مجموعة 62 رأس سوا، وهجت متجهة غرب للجنوب جناحة خرص، ومعها 10 صغير، ولا هي عددها كثير أكثر من كذا، بس هذه لقيتها سوا. يلتقي الدكتور محمد شبراق أسبوعيا مع الجوالين لمناقشة مشاهداتهم. الحمد لله رب العالمين، الله يكثرهم إن شاء الله. لحقت على النعام يا أبداح؟ نعم، لحقت شيخ القبيلة فيصل بن ناصر على وقته، يقولون إنه حامن بيضة حمن صدى الديرة على الأجنبي الضبي والنعام، اللي أذبح الأجنبي ضبي حمن ثنية من الغنم، واللي أذبح نعامة. كانت المملكة العربية السعودية ذات يوم غنية بالحياة الفطرية المحلية، وكانت التطورات التي جلبتها الطفرة الاقتصادية مفيدة للناس، ولكنها لم تكن كذلك بالنسبة للحياة الفطرية. لقد تدمر الغطاء النباتي الصحراوي الهش بسبب الرعي وحركة القطعان الضخمة من ظأن وماعز، كما أمكن للبشر الوصول إلى مواقع كانت نائية ومنعزلة، وتمكنوا من صيد الحيوانات البرية مستعينين بالسيارات والأسلحة الآلية. تتلقى طيور النعام الصغيرة هذه العناية داخل المحمية والحماية ضد الغربان، وهي خطر يمكن التغلب عليه بسهولة بواسطة الأب اليقظ.
يقوم الأبوان بحماية الصغار من المفترسات، وتحت رعاية الأبوين يتواصل نمو الفراخ الصغيرة، ويتم ذلك في سرعة تجعل من هذه الصغار فريسة يصعب الوصول إليها لضخامة جسمها من جانب أي من المفترسات الموجودة في المحمية. يعشش في المحمية طيور القبورة السوداء التاج والثرثار العربي. الأول منهما يبني عشه على الأرض، أما الثاني فيبنيه فوق أشجار الطلح. يعيش الثرثار العربي في جماعات تضم الذكور البالغين والمراهقين. لون أنثى القبورة السوداء التاج بني رملي، بينما للذكر رأساً بلونين أبيض وأسود. تضع أنثى الثرثار العربي 3 إلى 5 بيضات، ويشترك الجميع في تغذية الفراخ. بدأ مشروع إعادة توطين النعام عام 1994 بإطلاق 7 نعامات، وذلك لتحقيق هدفين: الأول معرفة إن كان بإمكانها العيش بشكل مستقل، والثاني لمعرفة قدرتها على التكاثر في البرية. الدكتور محمد نيار الحق خبير الأحياء الحقلي يقوم بمتابعة إعادة توطين النعام في محمية محازات الصيد. لقد ساهم في هذا المشروع منذ انطلاقه في بداية عام 1994. تعرضت طيور النعام إلى الصيد الجائر تماماً كما حدث للمها العربي وانقرضت، غير أن طيور النعام تختلف عن المها في أنها فشلت تماماً في البقاء على قيد الحياة في أي محاولات لتجميعها. إعادة توطين النعام في المملكة العربية السعودية النعام أحمر الرقبة السوداني، وهو أقرب نويع للنعام العربي. أدى الإكثار تحت الأسر والإطلاق لطيور النعام إلى تأسيس مجموعات برية بعد نصف قرن من الانقطاع، وأدى تحسن الغطاء النباتي في المحمية إلى تعزيز التكاثر الطبيعي، حتى وصلت في إحصاء عام 2005 إلى حوالي 200 نعامة. So this year we have received 12 chicks. لقد استقبلنا هذا العام 12 فرخ، ونأمل أن يفقس البيض في عشين آخرين، وحينها نصل إلى النتيجة بأن طيور النعام يمكن لها أن تظل على قيد الحياة بشكل مستقل وأن تتكاثر بنجاح داخل محمية محازات الصيد. يكمن نجاح مشروع النعام في مقدرة هذه الطيور على الحياة دون مساعدة إنسانية. لا يتم فقس بيض النعام كله في وقت واحد، ولذا نجد فراخاً متفاوتة الأعمار في العش الواحد. نشاهد في هذا العش فرخاً حديث الفقس يرقد بجوار مجموعة من البيض لم تفقس بعد، بينما نرى الأم تزحزح الرمل الذي هو أساس العش. تكون صغار فراخ النعام قادرة على النشاط في يوم أو يومين، وتبدأ في الحركة حول موقع العش. لا تفاضل محدد للفراخ لطعام معين، وهي تلتقط كل ما تقع عليه أعينها. يقوم الذكر والأنثى من طيور النعام بحضانة البيض، وقد يحتوي العش على 30 بيضة وضعتها أنثتان من إناث النعام. يتم تحريك البيض باستمرار للتأكد من توزيع الحرارة عند الدرجة الصحيحة بالتساوي. وبينما ينهمك الصغار في تناول الغذاء، يقوم الأبوان بأخذ حمام رملي لإزالة الحشرات الطفيلية ونظافة الريش. يتم إزالة النفايات من منطقة العش، بينما يتواصل فقس البيض ويتأقلم الصغار على النظام البيئي لمحازة الصيد.
ومع طلوع فجر يوم جديد تعود الكائنات الليلية مثل هذه العقرب إلى مساكنها، ويتسلم أجواء المحمية كائنات أخرى استيقظت من سباتها، وتنشط الطيور مع انتشار أشعة الشمس، ويتطلع طائر المرزة الحوام لاصطياد أي يربوع أو أي من السحار المبكرة النشاط. وأول الطيور المهاجرة في الربيع وأكثرها وفرة هو طائر الصرد الرمادي الصغير. يصارع ذكر المها العربي من أجل السيادة، أما ضعاف الذكور فإنها تنسحب سريعاً، وإذا تعادل ذكرين فقد يصل الصراع إلى الموت. أما صغار المها العربي كهذه فلا يخطر ببالها أن تتدخل في مشاحنات وشجار. ومن الطيور الشائعة في المحمية طائر الأبلق القرمزي كهذا الطائر المعتدل القامة، وهو من الطيور الزائرة شتاء. تنتهز عصافير الدوري فرص الحماية التي توفرها قربها من أعشاش النسور، وعادة ما تبني أعشاشها فوق الشجرة ذاتها حيث تحتل الجزء الأسفل. تأوي المحمية عدداً من أنواع القوارض، أكبرها هو الجربوع بأرجله الخلفية الطويلة التي تشبه أرجل حيوان الكنغر. وهذا طائر من نوع الصرد أحمر الظهر، لا يزال يحتفظ بريشه الأول ويبحث عن الطعام. يندر رؤية الأرابيع فوق سطح الأرض نهاراً، فهي ذات حركة ليلية تعود إلى جحورها مع طلوع ضوء الشمس لتحاشي الحرارة وللابتعاد عن المفترسات مثل العوسق. الثعالب أكثر آكلات اللحوم شيوعاً في المحمية، درس سلوكها داني لونا. لقد تمكنت من الإمساك بعدد كبير من الثعالب منذ بداية دراستي لها في 1996. كانت العشيرة الرئيسية هي الثعالب الرملية، إلى جانب عشيرة صغيرة للثعلب الأحمر. واتضح أن الثعلب الأحمر هو المفترس الرئيسي لطيور الحباري. كما قمت بالإمساك بالثعالب خارج أسوار المحمية، وكانت أعدادها قليلة جدا بنسبة الثلث. لقد ارتفعت أعداد النوعين من الثعالب، الثعلب الرملي والثعلب الأحمر، وذلك يعزى إلى تحسن نمو الغطاء النباتي وازدياد أعداد الزواحف والحشرات والقوارض. أظهرت الدراسات المكثفة أن أعداد الثعلب الرملي تزيد 4 مرات عن أعداد الثعلب الأحمر. للثعلب الرملي قدرات على التأقلم والحياة تحت الظروف الصحراوية الحارة، وتلائمه ظروف المحمية أكثر مما هي بالنسبة للثعلب الأحمر. تشرب الظباء مع ضوء الصباح من البركة، وبرغم أنه لا توجد مفترسات لها في المحمية إلا أنها بفطرتها حذرة وعلى استعداد للقفز والهروب. أطلقت 164 غزالاً في محمية محازات الصيد، وآخرها في عام 1994، وبحلول عام 2005 بلغ عدد رؤوس القطيع ما يزيد عن 2000 رأس. كثافة الحياة الفطرية فوق الصحراء العربية شحيحة جداً، إلا أن وجود مورد للماء يجذب العديد من الأنواع. كان الحمام المطوق زائراً نادراً للمحمية حتى وقت قريب، إلا أن أعداده زادت وأسراباً له تهبط عند موقع برك الماء بحثاً عن الغذاء الوفير. يتبع حمام نماغوا الحمام المطوق عادةً، كما تصل الآن طيور القطى بنية البطن وتضرب بأجنحتها في عصبية حول البركة.
ويقف وحيداً يراقب الموقف، أحد طيور المرزة ينتظر وجبته التالية. كما يصل طائر فضي المنقار الأفريقي لينتهز فرصة الحماية والراحة لتسوية الريش. وفي الحظائر التي نصبت في مواقع مختلفة من المحمية تنتظر طيور الحباري فرصة إطلاقها. وهذا حاجز كهربائي تم إنشاؤه لحماية الطيور ضد المفترسات الطبيعية، تتم إزالته قبل الإطلاق. هناك عدة طرق لإطلاق الحباري تم تجريبها، كان أكثرها نجاحاً تدريب الطيور على التعرف على المفترسات والإطلاق الهادئ للطيور الصغيرة. لقد تم تدريب الطيور على الخوف من الثعالب والتعرف عليها. عند اقتراب موعد الإطلاق يتم فتح بوابة الحظيرة من أحد أطرافها، ويقوم ثعلب بمطاردة الطيور الصغيرة إلى الخارج، وقد تحسنت معدلات الحياة للطيور باستخدام هذا الأسلوب. وعندما تشعر الطيور بحريتها فإن محازة الصيد تبقى الوطن الدائم لطيور الحباري الصغيرة هذه. قضى الدكتور محمد شبراق وقتاً طويلاً يدرس ويراقب النسور الوردية عند مواقع الشرب وبجوار أعشاشها وعند تناولها للجثث. ها هو أول هذه النسور يتجه نحونا، إنه يتحرك في بطء الآن نحو الجثة. وها هو الطائر الثاني يحدو حدوة، وعلى جناحه بطاقة تعريف، إنه من مواليد عام 1995 ميلادي. ذا طائر ثالث قد وصل للتو. قد يستغرق الأمر يوما أو يومين قبل أن تشرع النسور في أكل جثة ما. إنها تصل إلى موقع الجثة الواحدة بعد الآخر، ذلك لأن رؤية واحد منها على الأرض يعني لبقية النسور التحليق فوق الموقع والهبوط لاستكشاف الأمر. تبدأ النسور بأكل الرأس أولاً، وعادة تفعل ذلك إذا كانت الجثة لجمل ميت. إنها تبدأ بأكل الرأس، ومن المثير للانتباه أنها تفعل ذلك بالنسبة للماء العربي أيضاً. يبدأ الأكل بالأنسجة الطرية عادة، اللسان، العيون، ذلك لأن منقار النسر قوي جدا، وفي مقدور النسر أن يفتح بطن الجثة بالمنقار. تم استبدال جثث المها والغزال خارج المحمية بجثث الضأن والماعز، أما في داخل المحمية فقد تم الاحتفاظ بالتوازن الطبيعي، ويمكن للنسور مواصلة أكل الظباء النافقة. هذا هو النسر القائد وهو السائد، ذلك الذي نراه واقفا على رأس الجثة رافعا ديله.
تتجمع أنواع طيور أخرى مثل طيور الغربان بنية الرقبة هذه عند الموقع منتظرة فرصتها لتناول الطعام الذي أعدته النسور. يوجد حوالي 21 طائراً حول الجثة الآن. مهلاً، هناك نسر أسود بينها وهو من الطيور الزائرة شتاءً والنادرة جداً. يمكن للنسور نزع جلد جثة المها للوصول إلى الأنسجة الطرية باستخدام مناقيرها القوية. تعلن النسور الرئيسة سيادتها برفع الأجنحة جزئياً إلى الخارج واتخاذ وضع معين والسير بخطوات عسكرية نحو الجثة، وتواجه الطيور الأقل مكانة المتلكئة مخاطر الاحتكاك بالمخالب الحادة للنسور. يتم نزع جلد المها القوي تدريجياً مما ييسر الحصول على وجبة سهلة لعقاب السهول الذي ينتظر في صبر دوره للحصول على الطعام. يحاول أحد النسور السائدة أن يحظى بكامل الجثة دون غيره. تكاد فترة ما بعد الظهر أن تنتهي ويأتي المساء وتبدأ الحيوانات في ترتيب نشاطها. تتواصل عملية التغذية في عش طيور القبرة وتعلي الفراخ الجيدة النمو صراخها طلباً للمزيد من الغذاء. تبدأ الآن حركة القوارض وتقوم بمغادرة جحورها استعداداً للبحث عن الغذاء بحلول المساء. ويلاحظ هذا الورل يستدفئ بضوء الشمس عند الغروب بينما يشاهد أحد السحالي الصغيرة مستغلاً كسل الورل في الساعات الأخيرة من ضوء الشمس لالتقاط وجبة سريعة في غفلة منه. وهنا يتشاجر يربوعان حول ملكية أحد الجحور. يرعى الغزال شجيرات الصحراء الشوكية.
نلاحظ هنا فراخ النعام وقد تركت عشها للالتحاق بفراخ نعامة أخرى في عش مجاور. وهنا نلاحظ تجمعاً كبيراً للفراخ يتغذى معاً على الحشرات والغطاء النباتي. هذه الأفعى المقرنة أحد أنواع الثعابين السامة في محازة الصيد، يحتضن التربة الدافئة استعداداً لفترة الصيد الليلي، وقد كادت الشمس أن تغيب فوق عش أحد النسور. وهذا القنفذ أحد الكائنات الليلية، يغامر بالاستكشاف والبحث عن الطعام، وأحياناً يصطدم بسياج المحمية. تعود الحياة للصحراء في الليل عندما يصير الهواء بارداً. تتجه المفترسات الليلية إلى البركة لتشرب الماء قبل أن تبدأ بحثها عن القوارض والزواحف الصغيرة كوجبة ليلية. سيلتحق هذا القط الهجين الأسود بمجموعة الثعالب والقطط البرية وهي تخرج من أوكارها وتتدافع نحو الصيد أو مشارب المياه أو لتحديد أبعاد مستعمراتها أو لاستكشاف المنطقة. ونلاحظ هنا أحد القطط البرية وهي تتحسس في حذر أحد القنافذ. وهذا ثعلب أحمر صغير ضعيف وهزيل يتحرك في حذر للحصول على شربة ماء. قرر القط البري أخيراً البحث عن فريسة أقل شوكاً من هذا القنفذ. من عادة صغار الثعالب الحمر أن تتفرق وتبتعد عن وكرها خلال العام الأول من عمرها، والعديد منها لن يكتب له البقاء لبلوغ هذا العمر إلا إذا تدربت على الصيد وحماية مستعمراتها، وحينها تستطيع تكوين أسرة صغيرة من الجراء خلال عام أو عامين. نشاهد هنا المها العربي وبعض الغزلان في فترة القيلولة استعداداً لمواصلة البحث عن الماء والغذاء مع حلول الظلام. تضع أنثى المها طلاءً واحداً عادةً في موسم الشتاء أو عند مقدم الربيع ليتزامن مع غزارة الغطاء النباتي. وهذه أنثى المها وقد أثقلها الحمل فهي تمشي ببطء فوق الطين الطري حول البركة. كما تضع أنثى الغزال رشاء واحدا في العادة أو توأما إذا كانت جيدة التغذية، وقد تتكرر ولادتها أكثر من مرة في العام الواحد تحت الظروف المتميزة. توجد ثلاثة أنواع من الظباء في المملكة العربية السعودية، وقد تم إطلاق غزال الرمال في محمية محازة الصيد، ويسمى أيضاً بالغزال متضخم الغدة الدرقية بسبب الغدة المنتفخة في الرقبة.
حين نطلق العنان لخيالنا فإن محمية محازة الصيد تبدو جزيرة فوق سهول جرداء، جزيرة خضراء بعث الله الروح في نباتاتها وحيواناتها البرية لتنمو وتزدهر في حرية وسلام. ومع شروق الشمس يبدأ يوم جديد، ويحلق نسرنا مرة أخرى مدفوعاً بالتيارات الحرارية، متأملاً الأرض من السماء، شاهداً على سيمفونية الحياة تعزف في محمية محازة الصيد.